السلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. القضيه اللي هنتكلم مع حضراتكم فيها النهارده، يعني انا ما كنتش مصدق احداثها ولا مقتضياتها الا لما اطلعنا على اوراق القضيه من خلال محاضر الشرطه ومن خلال اعترافات العشيق والزوجه. العشيق اللي هو امين شرطه اللي كان دايما على لسانه يقول للعشيقه يتقطع لساني لو حد عرف بالعلاقه اللي ما بيننا احنا الاثنين. وبالفعل امين الشرطه لما قبض عليه بعد ما قتل شقيق الزوج اللي اكتشف الخيانة لمرات أخوه، ما بدل يقومها وما بدل يستر عليها قال لها يا فيها يخفيها. يعني ايه؟ يعني امارس معاك العلاقة زي العشيق اللي هو امين الشرطة وإلا اقول لاخويا. لكن امين الشرطة بجد نفذ اتفاقه مع العشيقة لما كان بيقول لها يتقطع لساني لو حد عرف العلاقة، علشان بعد ما تخلصوا هما الاتنين من الجثمان لشقيق الزوج حسين نبيل الحلاق اللي عنده 20 سنة. بالفعل لما اتقبض على امين الشرطة قطع لسانه علشان ما يعترفش. لو حضرتك هتكمل معانا الفيديو للنهايه، الحلقه دي من اغرب القضايا اللي هنقدمها لحضراتكم. بنقدم كل الشكر وكل التقدير للجهات الامنيه في دوله قطر. اصلا ما قلت لكمش، الزوجه بعد ما قتلت شقيق زوجها هي والعشيق اللي هو امين الشرطه، اخذوا الجثمان ودفنوه في منطقه اسمها الابشو التابعه لمركز ومدينه جمصه بمحافظه الدقهليه، وطفشت لجوزها في دولة قطر. لكن بالتواصل بالانتربول الدولي تم القبض على الزوجة، فكل الشكر وكل التقدير للسلطات المعنية في دولة قطر الشقيقة ان هو في اقل من يمكن 73 ساعة ولا 72 ساعة تم القبض على الزوجة وتم ترحيلها للشرطة المصرية. ويلا بينا نبتدي الحكاية. لكن لو هتكمل معانا عشان الحر اللي احنا فيه دوت، ياريت تدعمنا باللايك وبالاشتراك علشان قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بفضل كل الحبايب. هنحكي لحضراتكم القصة من البداية. لما زوج اتجوز مراته اللي هي كانت بتتمتع بقدر كبير جدا من الجمال في قرية اسمها قرية سيف التابعة لمركز ومدينة الزرقاء محافظة دمياط، لكن الحال ما كانش ولا بد، فالراجل شاف عقد ودبر قرشين وسافر علشان يشوف أكل عيشه في دولة قطر. لكن الزوجة هنا المفروض تحافظ على عرضه وماله وشرفه، لكن الكلام ده كله طلع بلح. هنا طبعا الزوجة بعد ما زوجها سافر لدولة قطر وكان قدر ان هو يبني لها بيت خاص بيها وممنوع الاقتراب او التصوير لانها طبعا كانت شايفه مزاجها. هنا الزوجه في بعض المشاوير يعني لمركز ومدينه الزرقاء في احدى الجهات يعني الوظيفيه كانت بتخلص شويه اوراق، وهنا كان الورق كان متعطل حبتين. لكن بقى الفارس الابيض اللي جاي على الحصان هو امين الشرطه اللي كان شايف الحوار ما بينها وما بين الموظف، والموظف مش قادر انه يخلص لها بعض الاوراق. هنا تدخل امين الشرطه وخلص لها الحكايه، استخدم سلطته واستخدم معارفه وخلص القصه. وما اكتفاش بكده، ده اخذ رقم التليفون واصر ان هم يشربوا حاجه ساقعه بره، واصر كمان انه يوصلها لحد بيتها بالعربيه. قالت له لا ما ينفعش، ده قرايبي واحنا في عزبه وقريه والناس هتقول وتعيد وتزيد. علشان كده هي ارتضت للامر الواقع وركبت معاه السياره لحد مدخل القريه، وبعد كده وقف لها توك توك وروحت لحد البيت. الموضوع ما انتهاش لحد كده يا ساده، المكالمات الليليه والسهاري بدات ان الكيمياء تولع في الذره ما بين الاثنين. بعد ما كانت الزوجه متشوقه انها تطلع لزوجها في دوله قطر، هنا بدأت انها تتمنع انها ما تسافرلوش تاني علشان لقت بديل، لقت راجل يعني زي ما بيقولوا كده انها اتوسمت فيه الخير واتوسمت فيه ان هي ان هو المروءه والنخوه والرجوله. امال جوزك ده شغال ايه؟ جوزك ده كربط ولا ايه؟ جهنم. مش هنطول على حضراتكم، بدأت هنا المكالمات واللقاءات لحد ما وقعت الفاس في الراس. بدأوا ان هم يمارسوا العلاقات المحرمه داخل السياره، وعلشان ياخدوا كيفهم وراحتهم بدأ أمين الشرطة يأجر شقة خارج مركز ومدينة الزرقاء بحالها. وعلشان كده
بدأوا ان هما يتقابلوا اكتر من مره، وكل ما الزوج يكلمها يا بنتي تعالي سافري وحشتيني تقول له اصبر شويه، هو انا هاجي لك هكلفك مصاريف، لا احنا عاوزين نعمل حاجه للمستقبل. وامتنعت عن زياره دوله قطر علشان تخون زوجها اللي طالع متغرب وشغال تحت ايادي الناس مع العشيق اللي هو امين الشرطه. لكن شقيق الزوج دوره ايه؟ شقيق الزوج اتقتل ليه؟ شقيق الزوج حسين نبيل اللي عنده 20 سنة، راجل شغال حلاق، واحنا عارفين طبعا ان كل الاخبار لازم تيجي في محل الحلاقة وتتعرض كتير. بدأ الكلام يتردد حوالين الزوجة الجميلة اللي هي شقيقة الحل شقيقة زوجة شقيق الحلاق، وبدأ هنا الكلام يتنطور وينتشر في القرية انها مترددة على بعض الشقق في بعض الاماكن. هنا طبعا الكلام شقيق الزوج ما سابوش يمشي، لا فضل يدعبس ورا الكلام لحد ما راقبها بالفعل، لان خروجاتها كانت كتير. وبعد ما راقبها اتاكد انها بتقابل العشيق اللي هو امين الشرطه، وبدا هنا بعد ما اتاكد وهي داخل الشقه مع العشيق اتصل عليها وقال لها انا واقف بره في الشارع، انا عارف ان انت مع امين الشرطه وانا عارف ان هو بيكون معاك علاقه محرمه. قالت له يعني ايه؟ قال لها يا فيها يخفيها. علشان كده بدأت انها يعني تلبس هدومها وتنزل من الشقه وتمشي وتروح البيت قبل الحلاق، لكن الحلاق كان دائم الاتصال بيها. ايه الحل يا عم حسين؟ قال لها يا فيها يخفيها. شفت الموقف بتاع شقيق الزوج؟ اكتشف ان مرات اخوه بتخونه، يا اما حاجه من الاثنين، يا اما يقومها ويستر عليها، يا اما ينصح اخوها مباشر يعني يطلق خلاص عشان ما تجيبلوش العار ولا الخزي للعيلة. لكن شقيق الزوج اللي هو حسين نبيل كان ليه رأي تاني، يا فيها يخفيها، يعني ايه؟ يعمل معاك زي ما أمين الشرطة بيعمل، يبلغ أخويا. وهنا بدأ ترتيب الجريمة. قالت لي أمين الشرطة الحل ايه؟ أنصاع لكلامه ولا ايه؟ قال لها انت لو وافقتيه وانصعتي لكلامه هياخدها حلوانه في سلوانه، وانا ذات نفسي بغير عليكي من جوزي، يبقى هسلمك بايديا لاخوه. قالت له يعني ايه؟ هنوافق ولا ايه؟ قال لها لا، ده احنا لازم ندبر كل حاجه، يعني ايه؟ لازم نخلص منه. الزوجه ضحكت على العشيق وورطته في قتل مين؟ في قتل شقيق زوجها. هنا اتفقوا هما الاثنين ان هي تستدرجه، لكن بشرط مره واحده يا حسين. يعني ايه؟ قال لها قولي له ان انت هتعشريه مره واحده وبعد كده الموضوع هينتهي لحد ما نستدرجه بالتحايل ونتخلص منه. بالفعل بدات الزوجه تساير حسين، قالت له بقول لك يا حسين استر عليا، لكن اللي انت عايزه هنفذه لك مره واحده، ووعدني ان انت ما تطلبش تاني. وعلشان كده حسين وافق، يعني جت في دماغه طالما جت في ايديا اول مره خلاص هاخد لقطه هاخد صوره هاخد علامه من جسدها وبعد كده اذلها وابتزها بيه. وبالفعل حسين وافق، لكن كان هنا المشكله في المكان اللي هم هيتقابلوا معاه. فهنا طبعا هي قاعده في بيت لوحدها، قال لها خلاص في البيت عندك؟ قالت له لا خلاص انت هنيجي في نفس الشقه لان انا معايا نسخه من المفتاح. طيب العشيق هيعمل ايه؟ العشيق هيعرف ايه؟ قالت له خلاص لا، الاهل السكان بتوع العماره اللي احنا قاعدين فيها عارفه ان انا متجوزه العشيق دوت وخلاص، لان طبعا امين الشرطه كان بيستخدم بقى سلطته ولابس البدله في الرايحه والجايه، ولما كانوا الجيران لما هو كان يتقابل مع الزوجه كان بيقول لهم ان دي مراتي، وعشان بقى معلق مش عارف كم عصفوره هنا فالناس ما كانتش بتدور. يعني ايه؟ قالت له امان الامان، وهو عنده ماموريه هيقعد فيها 3 4 ايام وانت تيجي نقضي الليله، بس بقول لك يا حسين مرة واحدة يا حسين. حسين اطمن، وعلشان كده راح لنفس الشقة اللي كانت مأجراها العشيقة اللي هي الزوجة وأمين الشرطة، وأول ما دلف برجليه داخل الشقة فوجئ بأمين الشرطة موجود من غير مقدمات، تم تكتيفه وتوثيقه وأنهوا حياته بحبل الستارة، يعني خنقوه وبعد ما انهوا حياته شالوه وركبوه في العربيه الخاصه بامين الشرطه واتجه لبعض المناطق الزراعيه. لكن الزوجه هنا كانت اذكى من الجميع، الزوجه هنا في الوقت ده وترتيب الجريمه كانت بتتصل بزوجها وتقول له وحشتني لازم اجيلك قطر. يعني ايه؟ كانوا بيرتبوا لتنفيذ الجريمه وهي كانت بترتب في اوراق سفرها لدوله قطر. وبالفعل بعد ما انهوا حياته وخنقوه وشالوه وحطوه
في العربية ورموه في بعض الأراضي الزراعية. طبعا الجو حر هنا يا جماعة، يعني اعذرونا، ربنا يعفينا يا رب من نار جهنم، اللهم آمين. وكل من داس اللايك ربنا يعفيه من نار جهنم يا رب العالمين ومن حر جهنم. بعد ما شالوه وحطوه في العربية اتجهوا لبعض المناطق الزراعية ورموه. لكن الزوجة في نفس الليلة قالت له بقول لك ايه يا ابو العريف، ايوه، قالت له اكيد هينكشف واكيد رجلينا هتيجي في الجريمة. يعني ايه؟ قالت له لا، بكرة الصبح لازم نروح نشيله ونرميه في اي مكان بعيد، وعلشان كده العشيق قضى معاها في نفس الليلة، ليلة محرمة، وطلعوا شالوا الجثمان وحطوه في العربية مرة تانية واتجهوا لمكان اسمه ألبشو التابع لمحافظة الدقهلية، منطقة كده تابعة لمركز ومدينة جمزة، وعلشان كده فحروره حفرة أكتر من مترين، الزوجة والعشيق، وشالوه وحطوه وردموه كمان. وعلشان كده الغريب ان الزوجة في الوقت ده كانت مجهزة اوراقها بعد الجريمة بيومين او بتلاتة، كانت طايرة طيران على دولة قطر علشان تخفي الجريمة. لكن هنا وضع اختفاء حسين. حسين نبيل راح فين؟ حسين نبيل الراجل الحلاق اللي لما بيقفل دكانه نص ساعة الدنيا كلها بتسأل عليه. حسين اختفى لمدة 3-4 أيام. تخيلوا من فجر الزوجة والعشيق عملوا ايه؟ كمان اخدوا التليفون بتاع حسين وبدأوا ان هم يتصلوا على اهله واصحابه، ده انا سافرت دولة ليبيا في غمضة عين، مفيش حد يسأل عليا يا جدعان، ولما الامور تتظبط هتلاقوني بكلمكم على طول. يعني ايه؟ هنا بدأ العشيق ياخد التليفون بتاع المجني عليه ويتصل بكل اهليته علشان يضلل ومفيش حد يدور على حسين، لكن اهليته شكوا، طب ليه ابننا بيبعت لنا رسائل ما بيتكلمناش؟ فهنا طلبوا منه اكتر من مره انه يكلمهم تليفون، رفض، علشان كده شكوا في الامور وطلعوا على طول بلغوا باختفاء حسين. طبعا هنا كل الشكر والتقدير للجهات الامنيه في محافظه دمياط وخاصه مركز وقسم شرطة مدينة الزرقاء اللي بدأوا ان هم يستخرجوا اذن من النيابة العامة باسترجاع وتفريغ اخر مكالمات ما بين حسين ومين. اتضح ان المكالمات كانت داومة ما بين حسين وما بين زوجة اخوه. طب تعالوا دوروا على الزوجة فص ملح وداب، موجودة فين يا جدعان؟ موجودة في قطر يا جدعان. وعلشان كده بدأوا ان هم يعني التحريات ونصب الأكمنة والمصادر الأمنية، واتضح ان في علاقة غير شرعية، علاقة محرمة ما بين الزوجة الجميلة وأمين الشرطة كمان اللي تم القبض عليه في الحال. وأول ما تم القبض عليه وتوجيه تهمة القتل ليه، حسين اعترف وأقر وأرشد على مكان الجثمان، واعترف اعترافات تفصيلية اللي كانت بنقول عليها التحقيقات الأولية. لكن هنا لما حس إنه خلاص الجريمة لابساه 100%، طلع لسانه من بقه وقطم على لسانه علشان يقطع حتة كبيرة من اللسان علشان بعد كده يعفى من الاعتراف. وهو نفذ وعده مع العشيقة اللي كان بيقول لها لو على قطع لساني عمر ما اعترف عليكي. هنا طبعا بعد ما اعترف وتوصلوا للجثمان بدأوا ان هم يستخرجوا الجثمان، وطبعا اتحول للطب الشرعي وعرفوا سبب الوفاه، الخنق من الاثنين. تم التحفظ على المتهم الاولاني اللي هو امين الشرطه، وهنا طبعا تم التواصل بالانتربول الدولي بين السلطات المعنيه في جمهوريه مصر العربيه واخواننا في دوله قطر اللي بنكرر لهم الشكر كمان وكمان. وعلشان كده تم القبض على الزوجة وتم ترحيلها للدولة المصرية. لحد الآن لم يحدد جلسة للاثنين، لكن احنا متابعين القضية بالتفاصيل وهنشر لحضراتكم كل ما هو جديد. لكن هنا الدروس اللي احنا بنستفادها من القضية، يا ترى من هو الجاني الحقيقي في القضية؟ هل الزوج اللي سابها وسافر قطر عشان يجري على أكل العيش، ولا الزوجة اللي انعدم عندها الدين والإيمان والعشرة والحفاظ على العرض والشرف والمال، ولا أمين الشرطة اللي استغل منصبه واستغل يمكن فراغ الزوجة، ولا شقيق الزوج؟ يا ترى رأيكم ايه في الموقف لشقيق الزوج اللي أصر ان هو يفيها يخفيها، يعمل معاك زي ما العشيق ما بيعمل يقول لأخويا؟ منتظر آراء حضراتكم في الكومنتات، واحنا متأسفين على العرق ومتأسفين على الجو الحر، لكن احنا لازم ننشر فيديوهاتنا في وقتها. نورتونا بجد وشرفتونا، كان معاكم أخوكم مجدي الإبلاوي،
ومش عايز حد يزعل من المنظر اللي احنا طلعنا بيه، لان الجو كان حر قوي واحنا عندنا ارتباطات ولابد ان احنا نشرف فيديوهاتنا في وقتها. نورتوني وشرفتوني، كان معاكم اخوكم مجدي البلاول، ووصلت معانا لنهايه الفيديو، فاحنا ممنونين لكل الاحبه من كل مكان ومن كل زمان. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.